حتى نكون ملمين بما يحدث على الأرض في قطاع غزة. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور بشار مراد، مدير عام الهلال الأحمر بقطاع غزة. دكتور بشار، تحياتي. أهلا وسهلا بك. ما هي الأوضاع لديكم الآن دكتور بشار، وماذا عن أعداد المصابين والجرحى والأحوال الإنسانية بشكل عام؟ طبعا عدد الشهداء والإصابات هو بارتفاع مستمر، كل ساعة هناك قصف لمنازل، هناك استهداف لأحياء بالكامل. كما تعلمون حتى هذه اللحظة أكثر من 11500 إصابة، والعدد طبعا مستمر بالزياد حتى هذه اللحظة منذ اليوم الأول. الشهداء وصل إلى أكثر من 3780 أو 85 شهيد حتى هذه اللحظة ما أعلنته وزارة الصحة. أما بخصوص الوضع الإنساني، هو يعني وضع كارثي. كما تعلمون منذ اليوم الأول تم قطع الكهرباء والماء، وتم إغلاق جميع المعابر عن قطاع غزة، وحتى منعوا دخول المواد الغذائية وحليب الأطفال. الآن نتحدث عن كارثة طبيعية تحدث، أو كارثة إنسانية تحدث في أماكن الإيواء، مراكز الإيواء، بالإضافة إلى الأحياء الشمالية لقطاع غزة، جباليا، بيت لاهيا، بيت حنون، ومدينة غزة، حيث طلب من السكان الخروج من هذه الأماكن والذهاب إلى جنوب قطاع غزة. للأسف ليس كل المواطنون خرجوا من هذه الأماكن وذهبوا إلى جنوب غزة، هناك المئات الآلاف لحتى هذه اللحظة موجودون في هذه المناطق، لا يوجد أي مصدر للماء، لا يوجد أي مصدر للغذاء، حتى أنهم بدأوا باستهداف بعض المخابز التي كانت تمول وتعيل الأسر في قضية الغذاء. تم استهداف بعض المخابز بالأمس، طبعا إجراءات غير مفهومة، لماذا العقاب الجماعي، لماذا قصف المدنيين؟ هذه هي عبارة عن جرائم حرب، هذا ليس دفاع عن الناس كما يقدر الجيش الإسرائيلي. بخصوص المستشفيات، كما تعلمون أيضا هناك قطع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول. المستشفيات تعتمد الآن فقط على المحروقات. منذ اليوم الأول نحن أبلغنا المنظمة الدولية أننا بأمس الحاجة للوقود. للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم إدخال أي محروقات إلى قطاع غزة، ما يتم استخدامه هو ما كان موجود في قطاع غزة. يعني أعتقد أنه خلال أيام سوف تنفذ هذه التنمية، وقد تتوقف بعض المستشفيات عن العمل نتيجة قلة المحروقات. أيضا هناك نقص شديد في المستلزمات الطبية والأدوية. كما تعلمون الحرب بدأت، يعني دونالد ترامب انضم، وتم استنزاف معظم المخزون الذي كان في مخازن وزارة الصحة، بالإضافة إلى المستشفيات غير الحكومية. نعم، كيف تتعاملون إذن في ظل هذه الأوضاع المتردية الإنسانية؟ يعني نحن الآن يعني ننتظر فتح معبر رفح. هناك بعض المؤشرات تفيد أنه قد يفتح معبر رفح غدا ليتم إدخال بعض المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية. قد طبعا فتح معبر قد ينهي أزمة حقيقية داخل المستشفيات. والآن هناك بعض الحالات بين الأطفال، سجلت بعض الحالات بنزلات معوية بسبب أن الأطفال يشربون مياه ملوثة، حتى الغذاء ملوث. كما تعلمين لا يوجد مصدر للكهرباء، جميع الثلاجات متعطلة عن العمل، وهذا قد يسبب إلى تسمم غذائي وبعض المشاكل الصحية، وبالأخص الفئات المهمشة مثل الأطفال وكبار السن. نعم، أشكرك جزيل الشكر. قلوبنا معكم. الدكتور بشار مراد، مدير عام الهلال الأحمر بقطاع غزة.